سعيد معقول؟ بس ما يكون سعيد هو اللي طعنه للعريس. لا احتمال، بس ما في شهود على هذا الشيء. من كيف هيك صار؟ ما بعرف، مسكين. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله ما يكون صاير له شيء خطير. بابا أنت ما تشغل بالك، وضعك ماله متحمل بنوب إنك تضايق حالك. خليل ما في شيء، خلص أنت روح هلا على البيت بابا، بعدين أنا ببقى بخبرك. وسوزان، وسوزان مو مبينة بالمرة. ليكون سمعت شو صاير مع خطيبها، وأغمي عليها بشي مكان وما حدا شايفها. وسعيد وينه؟ سامي وينه أخوه؟ بتعرف وين راح؟ سألك عن سعيد وسوزان، جاوب. ليش ما جاوبته سامي؟ اثنيناتهم من أحلات إلى بابا. لك كيف يعني ما قالها عليه هون؟ شاهين هاس، أنت جاوبيني، بتعرفي وين راحت سوزان؟ تعالي بدي أحكي معك. عرفاني حالك شو عم تعملي؟ وجعتني، خلص اترك. بابا ما لازم يعرف أي شيء عن سوزان وسعيد، عم تفهمي؟ إذا قلت له شو بيصير؟ شو يلي رح تعمله؟ تحرق لي قلبي مثلا؟ وبترجع بترمي لي الخاتم؟ بابا صحته ما أنا متحملة، ووصحك تخليه يعرف شو الفصل يلي عمله سعيد اليوم، حكي مفهوم؟ سعيد ما عمل شيء، راح مع حبيبته. سوزان مو حبيبته. والله جد؟ لكن مين هي؟ وإذا أنا ما حكيت له عن اللي صار، مو كل الناس حتحكي له؟ برأيك إذا سمع من غيرنا أحسن؟ أنا رح حل هالمشكلة هي، ورح رجعهم على البيت. وين حابة نروح؟ فينا نروح وين ما بدنا وخلص، ما حدا حيحاسبنا. سعيد، يلي عم نعمله برأيك صح؟ طبعا يلي عم نعمله صح، بكفي نحن مقتنعين بهذا الشيء، ما هيك؟ طيب وسامي وعمي؟ إذا عم يصير له شيء شو بدنا نعمل؟ والله ما رح سامح حالي بحياتي، هيك بكون عم أذيه وإجرحه بعد كل شيء عمله. اسمعي، ما حدا حيصير له أي شيء، طمني. يعني أكيد رح يتفاجأ شوي لأنه ما كان متوقع، بس بعد ما يهدى الوضع لحاله رح يتفهم وضعنا ويستوعب، ماشي؟ أكيد سعيد. أكيد حبيبتي. سوزان رح ترجع وما رح تتأخر كتير، وأنا متأكد أني رح لاقيهم، بس يا ريت حضرتك ما تكبري هالقصة. سامي، وين بدك تروح مني يا سعيد؟ اي بابا. يا ابني صاير لكم ساعة عم تحكوا انت ومرتك، وخليل بالمستشفى بين الحياة والموت، خلينا نمشي بسرعة. بابا طالما شوفيرك لساته موجود خليه يوصلك. وانت ما بدك تروح؟ انا في عندي شغل ضروري ولازم خلص. لك يا ابني شو ما كان هذا الشغل فيك تأجله لبعدين، لانه هلا خليل بحاجتنا ولازم نكون جنبه. يلا خلينا نطلع سوا. يلا شاهيناز. سوزان ما قالت لك لوين راحت؟ بابا هي ما شافتها، انا يلي شفتها. بعد الشيء اللي صار اليوم كانت متوتره وطلعت مع صفاء ليغيروا جو. اطلع خلصني. شاهيناز بتحبي وصلك؟ تفضلي. شو اللي صار؟ خلص العرس عبكير؟ ما فهمت عليك. قصدي ليش كل الناس هيك عم يمشوا مع انه الحفله مو مبلشه من زمان؟ اهلين.
مشي نروح لعندهم بسرعة ونبارك لهم قبل ما يروحوا، لأنه مو حلوة ما نقوم بالواجب. خلص أنا وسوزان صرنا قرايبين. مو معقول. ميسا بتعرفي شو اللي تمنيته؟ لما تقول لخليل موافقة شوف كيف هي حالة سعيد. بس إن شاء الله صورتيهم. ها؟ صور شو يا منال؟ شلون إذا ما كمل عرسه؟ كيف يعني؟ مثل ما سمعتي ما كمل العرس. ليش؟ حدا طعن العريس. لا. ايه والعروس هربت مع سعيد. هلأ اليوم سوزان بدل ما تتجوز خليل هربوا هي وسعيد. ما يسشلون. يا ريت لو اجت سوزان معنا لتزور خليل. مو معقول يلي صار. الله ينتقم اللي عمل هالعملة ولا يسامحه ان شاء الله. يوم عرسه بيعمل هيك. بدي احكي مع اخوك سعيد. خلي يدير باله على سوزان وقل له يجيب على المستشفى. بابا اتركه لا تتصل هلا. بالاول خلينا نطمن ونشوف كيف صار وضعه لخليل وبعدين بتتصل. اي صح. خليك راجع ما بطول. لوين رايح؟ سامي مين هادي اللي كنت عم تركض وراه قبل شوي؟ شخص فكرته رفيقي. سيد سامي ممكن سؤال؟ تفضل. الحمد لله على سلامة العريس يلي انطعم بالسكين. برأيك مين يلي عملها؟ وانت شو دخلت بالموضوع بعدين شوي؟ خذ بابا لو سمحت بدنا منك توضيح كيف وضع السيد خليل؟ خلص برجع لوراه. وبعدين محل حالي هي يلي فينا مكفينا، نحن كان ناقصنا صحافة. تفضلوا. لو سمحت في مريض دخلوا لعندكم بحالة إسعاف. خليل جانداش بأنو غرفة؟ شوف لنا اياه. تكرم. حاليا الدكاترة عم يعينوه. انتو بتقربوا؟ اي طبعا. بس الشرطة بدون ياخدوا اقوالكم. سيادة الضابط، سيادة الضابط. الحمد لله على سلامته. شكرا سيادة الضابط. انا سامي تونجا الوالد. مرحبا. اهلا. الحادثة كيف صارت معه؟ ما شفنا شيء، بس وقت لقينا خليل متصاوب اتصلنا بالاسعاف وبعدين نحن اجينا لحالنا. هذا كل شيء بعرفه. كان في حدا بالعرس مشتبه فيه او في خلاف بيناتهم؟ بنوب على حد علمي ما حدا على خلاف معه. طيب وين العروس؟ حابين نحكي معه. هلا العروس بقيت بالبيت. بس لازم ناخذ افادتها يا اما هون او بالمخفر اذا في مجال. طيب رح خبرها مشان تمرق لعندكم. عن اذنكم لازم نشوف المريض هلا. ايه يعطيكم العافيه. الله يعافيك. مرحبا. لو سمحتي ممكن تطمنينا على صحة خليل جانداش؟ تفضلوا. مرحبا. كيف وضعه؟ مو مبين لهلأ، لساته بالعملية وبعدين رح يضل شوي تحت تأثير المخدر، بس يصحى منخبركم لتطمنوا عليه. تمام. شكرا لك. تكرم. شكرا. معفى إن شاء الله. بالإذن. تفضل. لسه شغلتهم طولة. سامي هلأ أنت متأكد إنه سوزان رجعت مع مرتك على البيت ولا لساته برا؟ حرام هلأ بتكون تعبت من فستان العرس. بتكون رجعت بابا. لا تاكل هم. خلص بدي اشوف شو اخبار عملية خليل. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون اول من يشاهدها.